السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة. مثل شعبي قديم ديما تنقوله، لالاهم وبالزين فايتهم. غير هو بيني وبينكم، واش الزين كافي باش انك تفوتي الاخرين، باش انك تسبقي العالم كامل؟ بالنسبة ليا ماشي مهم انك تفوتي الناس، ولكن مهم انك تكوني ناجحة في حياتك كاملة. وضروري باش انك تكوني ناجحة خص بزاف د الامور يكونوا عندك. اولها هو كيفاش انت تتشوفي راسك. تعصبني بزاف ملي تلقى شي وحده تدهين في راسها، تحتق راسها، تتقول انا خايبه وما زويناش، او انا ما لايقه حتى شي حاجه، انا ما عمرت تكون مني الكاينه. صعيب ان تلقى مره مرهفه الاحاسيس وزوينه وكائن اللي نورمالمون خصو يكون تسمع كل كلمات ايجابيه وكل كلمات زوينه، وتلقى اول واحد تحتقره هو راسه. فبالتالي باش تكوني لالاهم عرفتي باش خصك تفوتيهم، وتقديرك لراسك واحترامك لراسك، وبانك كل نهار تقولي كلمات ايجابيه لراسك. تقدري راسك واحترميه، حيت الا ما قدرتيش ما يمكنش لشي حد يقدرك. انا ختم قصه واحده عزيزه عليا بزاف، وهي حادثه جات عندي سيده قالت لي المشكل اللي عندي هو ان راجلي ما عطينيش الوقت. فسولتها قلت لها عندك وقت للصلاه؟ قالت لي اه. قلت لها وقت الخدمه؟ قالت لي اه. قلت لها واش عندك وقت لراسك؟ قالت لي لا. قلت لها فاسمحي لي بزاف حتى انا عطيتك من وقتي، حيت ما يمكنش ان الناس يعطوك من وقتهم الا ما كنتيش انت عاتي لراسك الوقت. انا نتلاقى بكم في حلقه اخرى. تهلا فريسكم.